أنا بس أنا صورت أوراقه عشان النت عشان ما حدش يحتج بأنه الكتاب مش موجود، ممكن أصورها زي كده؟ آه صورتها بخط يعني واضح يعني، أوكي؟ ممكن تكبر الخط تصغر براحتك، أسهل حاجة، أسهل من ومش بجيب الأوراق كلها، الأوراق يعني ورقتين ثلاثة اللي هنشتري فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنعيش معكم في هذا الدرس في اللقاء أو الدرس الثاني في شرح أو حواشي الشيخ إسماعيل الحامدي رحمه الله تعالى ورضي عنه على كتاب السنوسية الكبرى للإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه. وصلنا عند قوله الحمد لله، مش كده؟ الحمد لله الذي شرح صدور العلماء الراسخين لقبول أنوار المعارف مستمدة أو مستمدة، فيها إيه التوجيه سيأتي فيما بعد، مستمدة من سواطع البراهين، وظهر لهم بآيات مصنوعاته لكل على ما قسم له بفضله في سابق قضائه، ومن عليهم فيها بالنظر القويم، فأشرفوا على ما لا يحاط به ولا يكيف من عظيم جلاله وكبريائه، فتاهوا في ذلك الجمال والجلال حتى أذهلهم بعد عن عجائب أرضه وسمائه. يلا يا شيخ ناجي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الحمد لله الذي شرح صدور العلماء الراسخين لقبول أنوار المعارف مستمدة من سواطع البراهين، وظهر لهم بآيات مصنوعاته لكل على ما قسم له بفضله في سابق قضائه، ومن عليهم فيها بالنظر القويم، فأشرفوا على ما لا يحاط به ولا يكيف من عظيم جلاله وكبريائه، فتاهوا في ذلك الجمال والجلال حتى أذهلهم بعض عن عجائب أرضه وسمائه. قال المحشي رحمه الله: قوله شرح أي هيأ بإزالة الأعونات البشرية. عندك الحمد لله الذي شرح صدور العلماء الراسخين، أي هيأ، شرح أي هيأ، زي مثلا أقول لك أنا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدري لهذا الزواج أو لهذا الأمر، يعني إيه؟ هيأه وجعل عنده إيه؟ استعدادا وقبولا. يلا. قوله شرح أي هيأ بإزالة الأعونات البشرية. ثم في ذكر الشرح أول كلامه براعة الاستهلال بحسب التأليف، يعني هو الآن هذا تأليف وهذا شرح، لأنه في مد وفي إيه؟ شرح. فعندما قال كلمة شرح وهو إيه؟ سيشرع في إيه؟ شرح كتاب أو شرح مد، فهذا فيه إيه؟ براعة استهلال بحسب التأليف. وفي ذكر البراهين والنظر القويم فيما بعد براعة بحسب الفن، يعني في براعة أخرى غير براعة الاستهلال اللي هي بحسب الايه؟
بحسب الفن. الأول كلمة الشرح دي ليست بحسب ليه الفن، بحسب التأليف، أما هنا بحسب ليه الفن. الفن مبني على إيه؟ على على البراهين والنظر والاستدلالات العقلية. بس بحسب الفن. هم الاثنين براهين. بحسب التأليف. التأليف العام أي تأليف، أما هنا بحسب فن معين اللي هو فن علم الإيه؟ التوحيد. أول يا ابني كمل الحلقة الفراغ ده اللي قاعد مش فيه هنا، لا اللي هنا ما تخليش فراغات يعني سد الحلقة. قوله صدور العلماء جمع صدر، أريد به القلب مجازا لعلاقة المحلية، يعني هو أراد إيه قلوب إيه العلماء. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيه القلوب التي فيه. ففي هنا علاقة، يعني أراد بالصدر إيه القلب مجازا لعلاقة المحلية، لأن القلب محله فين؟ في الصدر. ثم أريد بالقلب العقل الذي هو النور الروحاني لعلاقة المحلية أيضا. يبقى ده مجازين مش مجاز واحد، مجاز فوق مجاز أو مجاز على مجاز. يعني أراد، لم يرد الصدر ولكنه أراد القلب، ولم يرد القلب ولكنه أراد العقل. يبقى مجاز على إيه؟ على مجاز، يعني مجاز راكب على مجاز آخر. فهو مجاز على مجاز. ده إذا ثم أريد بالقلب العقل الذي هو النور الروحاني لعلاقة المحلية أيضا. يبقى إذا مجازين مش مجاز واحد، مجاز على إيه؟ يعني نور على نور. فهو مجاز على مجاز إن لم نقل إن إطلاق القلب على العقل حقيقة. يعني مجاز على مجاز إلا إذا إيه قلنا إطلاق القلب على العقل حقيقة، يعني المراد بالقلب العقل وليس المراد به القطعة الإيه اللحم. فيبقى هنا إيه في هذه الحالة يبقى مجاز على مجاز، أما إذا أريدت الحقيقة يبقى في هذه الحالة إيه مجاز واحد وليس إيه مجاز على مجاز. ثم إن إسناد الشرح للعقل مجاز عقلي من إسناد ما للشيء إلى آلته، لأن الشرح بمعنى التهيئة إنما هو للنفس. زي الإدراك، الإدراك في الحقيقة إيه؟ ها؟ للنفس، الإدراك للنفس. ولكن إذا قلنا العقل أدرك كذا فالعقل هو آلة الإدراك، أما المدرك في الحقيقة هو إيه؟ هو النفس. فإذا قلنا أدركت بعقلي كذا يبقى أسندت إيه؟ للآلة. إنما حقيقة الإدراك ليست لإيه؟ ليست للعقل، إنما هي إيه؟ للنفس. والعقل آلة، زي أقول أنا رأيت كده، إنما لما أقول أبصرت بعيني يبقى العين هي آلة الإبصار، خلاص؟ إنما الإبصار والسماع وكل هذا ليه؟ للذات. يبقى هنا إسناد الشرح للعقل، ده فين الإسناد اللي هنا؟ هو بيقول شرح صدور، يعني أسناد الشرح للصدور، فكيف يقول إسناد الشرح للعقل؟ لأنه أراد بالصدور القلوب وأراد بالقلب العقل، فأسنده لمين؟ أسند الشرح لمين؟ الراكب يقول لك ثم إن إسناد الشرح للعقل، هو في الكلام يقول لك شرح صدور، فين الإسناد؟ نحن قلنا هو ما أراد الصدر، عبر بالصدر وأراد القلب العلاقة المحلية، ثم قال ثم إن أريد بالقلب العقل يبقى مجاز على مجاز، يبقى الإسناد لمين؟ للعقل.
هتفهم ولا نوقف؟ يلا طيب ماشي. انت شوف كده غير، شوف شيء غيرك. ثم إن إسناد الشرح للعقل مجاز عقلي من إسناد ما للشيء إلى آلته. يعني هو أسناد الشرح للعقل، لأن العقل هو آلة، لأن العقل هو الآلة. نعم. لأن الشرح بمعنى التهيئة إنما هو للنفس. الله يفتح عليك. الشرح بمعنى التهيئة إنما هو للنفس. يعني كان يقول، كان يقول إيه؟ شرح نفوس. نعم. لكنه استعمل العقل رغم أنه المعبر هنا الصدر، بس ما أراد الصدر إنما أراد القلب أو أراد العقل، علاقة المحلية. نعم. لو قال مجاز على إيه؟ على مجاز. قوله الراسخين أي الثابتين في العلم، يعني كأنه هو الشيخ ما أراد بالقلب الإيه، لما يقول إطلاق القلب على العقل حقيقة، كأنه مرتضى هذا، لأنه على طول راح قال لك إسناد الشرح ليه للعقل، فكأنه يعني عجبه اللي هو إن مجازين، مش واحد حقيقة والثاني إيه مجاز. قوله لقبول، لقبول أنواع المعارف متعلق بشرح، أي شرح صدور العلماء لقبول، هنا جار ومجرور، متعلق بإيه؟ بالفعل اللي هو شرح، شرح صدور العلماء الراسخين لقبول، متعلق بشرح أي قبول، قبول إيه؟ أي قبول معارف أقوى مما ثبت لهم. ليه هو قال كده؟ بيقول اضطربوا أنهم راسخون أقوى معارف، يعني عاوز يقول دولة كيف يكون راسخين وشرح صدورهم لقبول أنواع أنوار المعارف، ما هو يعني والمراد إيه؟ قبول معارف أقوى مما ثبت لهم، إذ الفرض يعني المفترض، يعني عندك هنا اللي الغرض، لا صلح، إذ الفرض أنهم راسخون أرباب معارف، فكيف شرح الله صدورهم لقبول أنوار المعارف مع أن المعارف حاصلة وموجودة عندهم؟ فالمراد معارف أقوى أو معارف أكبر، لأنهم لم يصلوا إلى كل المعارف، مع أنهم إيه؟ راسخون، لديهم رسوخ ولديهم معرفة. أمال لماذا هيئ صدورهم للمعارف الأكبر والأعلى؟ قوله أنوار المعارف أي المعارف والعلوم الشبيهة بالأنوار. يبقى ده كأنه أضاف الإيه المشبه به لإيه؟ للمشبه، يعني المعارف والعلوم الشبيهة بالأنوار. قوله يعني كلمة أنوار المعارف يعني كأنه شبه الإيه؟ المعارف بإيه؟ مثل الإيه؟ الأنوار، شبه به هو الأنوار، وجعله مضاف، وجعله مضاف، وأضافه لمين؟ للمشبه، مشبه نعم. قوله مستمدة، لأن المعارف والعلوم يستضاء بها خلاص، ويستنار بها كما يستنار بإيه؟ بالشمس والأنوار الحسية، لأن هذه أنوار إيه؟ أنوار معنوية، فذي أنوار وذي أنوار، لكن ذي حسية وذي إيه؟ معنوية. قوله مستمدة حال من المعارف أي مأخوذة منها، يبقى مستمدة حال من المعارف مأخوذة منها، يعني المعارف نفسها هي المستمدة، ويصح الكسر على أنه إيه؟ اسم فاعل، يعني لما كان بالفتح يبقى إيه؟ مستمدة، يبقى ده إيه؟ اسم مفعول، لما يبقى مستمدة اسم فاعل، بس هتبقى إيه؟ هنا هيتغير، يعني الأول كانت اسم
كانت المعارف هي هي المستمدة. إنما لما نقول مستمدة يعني العلماء الراسخين كذا مستمدة، يبقى فاعل حال من العلماء الراسخين، يعني العلماء الراسخين يستمدون أنوار المعارف. إنما الأول اللي هو بالفتح اللي هو اسم مفعول وحال من المعارف يبقى أولى، الأول أولى من من الثاني، يبقى اسم فاعل ينفع حال من العلماء الراسخين حيبقى به بكسر الميم، ولما حتبقى بفتح الميم حتبقى المعارف نفسها هي المستمدة. قوله مستمدة حال من المعارف أي مأخوذة منها، فهو بفتح الميم، ويصح الكسر على أنه حال من الصدور أي محصلة للمعارف. شرح صدور العلماء حالة كون الصدور مستمدة. خلاص يبقى من صدور العلماء بكسر الميم، أو من من المعارف بفتح شرح حالة كون الشرح مستمد، أو حالة كون الصدور لصدور العلماء مستمدة. بس الأول الأول التوجيه الأول أولى في القبول. حالة كون المعارف مستمدة، المعارف مستمدة، والصدور صدور العلماء مستمدة، إما حال من المعارف أو حال من الصدور، لكنه إذا كان من المعارف هيبقى اسم مفعول، وإذا كان من الصدور حيبقى اسم فاعل. يعني هناك توجيهان، والأول أقرب وأولى. قوله من سواطع البراهين، من إضافة الصفة للموصوف، يعني من البراهين الساطعة أو السواطع، يبقى من سواطع البراهين من إضافة الصفة للموصوف. خلاص، الصفة للموصوف. والصواطع جمع ساطع، وهو لغة المرتفع من الحسيات، أريد به الظاهر لعلاقة اللزوم. والبراهين جمع برهان، وهو إذن سواطع جمع ساطع، اللي هو في الحس في الأمور الحسية مش المعنوية، اللي هو المرتفع. خلاص، أريد به، يعني هنا ليس مرادا به المعنى الحسي اللي هو المرتفع، يقول لك بناء ساطع، يعني ساطع يعني مرتفع، ولكن أريد به بكلمة الساطع يعني الظاهر، الشيء اللي يقول لك فلان سطع نوره، يعني ظهر. لعلاقة اللزوم، لأنه يلزم من العلو والارتفاع الظهور. نعم، والبراهين جمع برهان، وهو الدليل المركب من مقدمات يقينية. والبراهين جمع برهان، قد جاءكم برهان. ما هو البرهان؟ البرهان هو الدليل المركب من مقدمات يقينية. إنما الفرق بين البرهان والدليل أن الدليل يكون مفردا، زي العالم دليل على وجود، أما البرهان لا بد أن يكون مركبا من مقدمات يقينية، مش واحدة يقينية والأخرى ظنية، وإلا لا يسمى برهان، وهو مركب من مقدمات باليقين تقترن، هو البرهان. وقوله كذا الحمد لله الذي شرح صدور العلماء الراسخين لقبول أنوار المعارف مستمدة أو مستمدة من سواطع البراهين، وظهر لهم بآيات مصنوعاته. وظهر، قوله وظهر أي الله تعالى، يعني الله تعالى هو الذي ظهر لهم، ولكن ليس ظهورا حسيا، وإنما ظهر لهم بآيات مصنوعاته، لأن هذه الآيات عبارة عن
إشارات ودلائل واضحات على خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. الله تعالى ظهر لهم في هذه الايه، في هذه الآيات، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وظهر أي الله، وقوله لهم أي العلماء الراسخين. وظهر لهم أي العلماء، يعني ظهر للعلماء الراسخين في آيات مصنوعاته، أو ظهر لهم بآيات مصنوعاته. نعم. وقوله لهم أي العلماء الراسخين عطف على شرح، عطف مسبب على سبب. وظهر لهم أي الله تعالى، وقوله لهم أي العلماء الراسخين عطف على شرح، ظهر مش كده، ظهر على معطوف على ايه، على شرح، عطف مسبب على السبب، عطف مسبب على سبب، وهو الشرح. والمراد بالظهور العلم، خلاص كده عرفنا عطف مسبب. فين المسبب؟ الظهور. المسبب اللي هو الظهور. وما هو السبب؟ الشرح. الشرح. والمراد بالظهور العلم، يعني وظهر لهم الله تعالى أي علم لهم. فالمراد بكلمة ظهر أي علموه، مش رأوه أو انكشف لهم. ظهر لهم أي إيه؟ أي علموا. والمراد بالظهور العلم، وقوله بآيات مصنوعاته الإضافة بيانية. فين المضاف والمضاف إليه؟ آيات ومصنوعات، يعني الآيات هي المصنوعات، بآيات مصنوعاته. فالإضافة إيه؟ بيانية، يعني ظهر لهم بالمصنوعات التي هي الآيات، أو الآيات التي هي المصنوعات، لأن هذه المصنوعات اللي هي صنع الله تعالى الذي أتقن كل شيء، في كل صنع الله تعالى آية، أو كل صنع من صنعته تعالى إنما هو في ذاته آية. لذلك كل صنع، كل صنعة آية ولا عكس. كل صنعة آية ولا عكس. بيانية ضابطة بين المضاف والمضاف إليه عموما، خصوص مضاف. لأنه هنا مش إضافة، ليست إضافة للبيان، إنما هي إضافة بيانية. والفرق بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان، بعضهم قال مترادفان واحد، والبعض فرق قال للبيان بينهما عموم وخصوص مطلق، والإضافة البيانية بينهما عموم وخصوص وجهي. يبقى هنا كل صنعة أو كل مصنوع آية وليس العكس، إذا كانت ليه عموم وخصوص وجهي. أما المطلق عموم وخصوص مطلق، يبقى إنما كل مصنوع آية ولا عكس. أما العموم والخصوص الوجهي، هيبقى كل واحد فيهم ينفرد في إيه؟ في وجه، زي خاتم من إيه؟ من حديد. فالخاتم مثلا ينفرد في الإيه؟ في الذهب والحديد في المعدن أو الإبريق. نعم. وقوله بآيات مصنوعاته الإضافة بيانية، أي وعلموه سبحانه وتعالى بسبب النظر في الآيات والعلامات التي هي مصنوعاته الدالة على وجوده. جمعنا وظهر لهم أي وعلم لهم، أي وعلموه سبحانه وتعالى بسبب النظر في الآيات اللي هي إيه؟ التي هي مصنوعاته سبحانه وتعالى، والعلامات في الآيات والعلامات، لأنه فيها إشارة، فيها علامة على إيه؟ على موجدها وعلى مكونها وعلى صانعها سبحانه وتعالى. قوله لكل متعلق بظهر، وهو بدل من قوله لهم. يعني لكل، وظهر لهم، وبعدين قال لكل، يعني بدل من قوله لهم، أي وظهر لكل واحد منهم ظهور علم على الوجه الذي قسمه. وظهر لكل واحد منهم ظهور، أو ظهور علم على الوجه الذي قسمه. ليه؟ لأنه مراتب المعرفة أو مراتب العلم متفاوتة،
يعني في كبار العارفين يستدلون بالإيه؟ بالمصنوعات، في تفاوت يعني في الإشارات عندهم، كل على قدر معرفتي وعلى قدر علمي. وقل رب زدني علما. هو هنا ظهر أي وعلموه بسبب يعني ظهور علمي وليس ظهور حسي. زي ما انت بتبحث في المسألة تقول ظهر لي الدليل، ظهر يعني قرأ يعني مثلا نظرت إليه، ولا ظهر يعني معناها انقدح في فكرك وجاء على خاطرك، هذا هو معنى الظهور. قوله لكل متعلق بظهر، وهو بدل من قوله لهم، أي وظهر لكل واحد منهم ظهور علم على الوجه الذي قسمه أي أثبته في الأزل. يعني ربنا سبحانه وتعالى وزع أو قسم بين الناس المعارف والمواهب كما قسم بينهم الأرزاق، ولذلك قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. ربنا سبحانه وتعالى قسم لك شيء من العلم والجمال والمعرفة والأخلاق والمال، ونحن حتى الأمور المعيشية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني إذا كان إحنا قسمنا المعيشة والأشياء الدنيوية، فكيف لا نكون قسمنا المواهب والعلوم والمعارف؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا. قوله لكل متعلق بظهر، هو بدل من قوله لهم، أي وظهر لكل واحد منهم ظهور علم على الوجه الذي قسمه أي أثبته في الأزل، فظهور الباري لعباده متفاوت الرتب. أيوة جميل، ظهور الباري لعباده مش على يعني يظهر للأنبياء والمرسلين والأولياء والعارفين في رتب أو في مقامات أسمى وأكمل، فظهور الباري لعباده متفاوت الرتب، فكل واحد يعلمه على الوجه الذي سبق في الأزل على ما اقتضته الحكمة. ليه؟ لأن الله تعالى حكيم في أفعاله، فليس من الحكمة أن يجعل الرتب متساوية، بل رفع الناس في العلم ورفعهم في الخلق، وهناك تفاوت ومواهب متعددة بين الخلق، حتى التفاوت في الأرزاق والمعيشة سببه بينه القرآن ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فظهور الباري لعباده متفاوت الرتب، فكل واحد يعلمه على الوجه الذي سبق في الأزل على ما اقتضته الحكمة. قوله بفضله وظهر لهم بآيات مصنوعاته لكل على ما قسم له بفضله في سابق قضائه. شوف سبحانه بيقول يعني القسمة دي مش معناها يعني عدل، لا، ده هذا فضل من الله تعالى. فبفضله في جار ومجرور، مش هنا يبقى يصح تعلقه بظهر، يصح ان يكون متعلق بايه؟ بظهر، يتعلق بقسم، ويصح ان يتعلق بقسم، يعني ينفع يتعلق بقسم ويتعلق بايه؟ بظهر. ده في إشارة إلى إذا كان متعلقا بإيه؟ بظهر. يعني أقول وظهر لهم، قلنا الظهور في إيه؟ في تفاوت، كل على ما قسم له في الأزل، يعني ما حدش يحاول يتنافس مع حد، ده القسمة أزلية. فإذا كان متعلقا بظهر في إشارة إلى أن كل ما يحصل للعباد، كل ما يحصل للعباد من العلوم والمعارف
إنما هو بفضل الله، ولا تأثير للعقل في ذلك، ولا تأثير للذكاء ولا للمنصب ولا للشهادة. قد تجد عند واحد من العوام سيدي علي الخواص كان يقول إيه للشعراني، كان يعلم الشعراني رضي الله تعالى عنه، مع أنه الشعراني علامة. فشوف كده لما يقول وظهر لهم بفضله، يعني كل ما يجي لك من أفهام أو من معارف أو ده إيه سببه؟ إيه سبب فضل الله، وليس عقلك ولا تحصيلك ولا مذاكرتك. قل بفضل الله وبرحمته، ولا تأثير للعقل في ذلك. ويصح تعلقه بقسم، يبقى فيه إشارة إلى إيه؟ ها؟ لو كان متعلق بظهر خلاص فهمنا الإشارة. طب وإذا كان متعلقا بقسمه يبقى معناه ما وقع من القسمة في الأزل إنما هو بمحض الفضل والاختيار، فلا علة هناك ولا طبع. ومن يقول بالطبع أو بالعلة، يعني ما فيش علة اقتضت أن يعطيك أكثر من إيه؟ من فلان، أو يفتح عليك في الأنوار والعلوم أكثر من غيرك، وإنما هو محض فضل. القسمة على إيه؟ على الفضل الإيه؟ الإلهي وحده، يختص بإيه؟ برحمته من يشاء، مش علة ومعلول. قوله بفضله أي إحسانه متعلق بقسم أو ظهر. يعني فضل له الإحسان خلاص بخلاف العدل، وهو متعلق بقسم أو بإيه؟ بظهر. وظهر لهم، وظهر لهم بآيات مصنوعاته لكل على ما قسم له بفضله في سابق قضائه. قوله في سابق قضائه أراد بالسبقية الأزلية، أي في قضائه الأزلي، وفي بمعنى الباء. يعني هنا كلمة في سابق، ما فيش هنا سابق ومسبوق من أزل شنا. فأراد بكلمة السبقية عشان لا يتوهم إنه في سابق وفي مسبوق، بمعناه في إيه حدوث. فأراد بالسبقية يعني قوله في سابق قضائه، يعني في قضائه الأزلي، لأنه ليس هناك قضاء سابق وقضاء لاحق. فعشان كده قال لك إيه أراد بالسبقية للأزلية، وفي الأزل لا سابقية ولا مسبوقية، خلاص كله إيه سابق. يعني أراد بالسبقية الأزلية، هو تقرأها أراد بالسبقية الأزلية، أراد بالسبقية الأزلية، أي في قضائه الأزلي. أي في قضائه الأزلي، وفي بمعنى الباء. فين في؟ يعني بسابق قضائه. يعني ومن عليهم لكل على ما قسم له بفضله في سابق، يعني بسابق. يبقى في بمعنى إيه؟ بمعنى الباء. بمعنى الباء اللي حرف الجر، والجر والمجرور متعلق بإيه؟ بقسم. بقسم بمعنى ثبت، لأنه كلمة قسم دي ما تنفعش إلا في الشيء اللي يقبل القسمة ده، نعم. معناه الحادث، نعم. جاي معنى قسم ويقول أزلي، ده قسم يعني ثبت، ضمنها معنى ثبت، فضمن إيه؟ قسم معنى، قسم معنى ثبت. ولذلك جاءت التعدية بالفاء، نعم. بفي وليست بإيه؟ بالباء. شوف كده يعني ثبت فيه. وفي بمعنى الباء، والجار والمجرور متعلق بقسم بمعنى ثبت، والقضاء الإرادة الأزلية أو العلم. عندما قال في سابق قضائه، يعني في قضائه الأزلي، ما المراد بالقضاء؟ يا إما المراد إرادته الأزلية أو علمه الأزلي، يعني في سابق قضائه، يعني في الإرادة التي كانت في الأزل، أو في العلم الأزلي.
قوله ومن عليهم عطف على شرح. يعني شرح وظهر ومن. شرح وظهر ومن. ومن. ومن عليهم عطف على شرح. نعم. وضمير عليهم لمين؟ ومن عليهم يعني على العلماء. عطف على شرح وضمير عليهم للعلماء. وقوله فيها أي المصنوعات. ومن عليهم فيها بالنظر. ومن عليهم فيها يعني في المصنوعات أو البراهين على تأول. يعني لو عاوز ما تخليها كده من غير تأويل يبقى من عليهم فيها يعني فين؟ ما قال ايه؟ وظهر لهم بآيات ومن عليهم فيها يعني في المصنوعات. او ومن عليهم فيها من لقبول انوار المعارف المستمدة من سواطع البراهين. ينفع نقول ومن عليهم فيها يعني في البراهين، بس هيبقى محتاجة الى تأويل الايه البراهين بايه بما يترتب عليها من الايه من المعارف والعلوم. ومن علينا فيها البراهين اللي هي الادلة اليقينية على هذه الامور، فمن الله علينا فيها بالقبول مثلا او بالتسليم. فهمت كده؟ يبقى ينفع ارجاعه على الايه على المصنوعات، على المصنوعات من غير تأويل. نعم. او على البراهين بس بايه بتأويل. وما لا تأويل فيه أول. قولهم ومن عليهم عطف على شرح وضمير عليهم للعلماء. وقوله فيها اي المصنوعات، وقوله بالنظر القويل اي الصحيح الموصل لوجود الصانع. يعني مش بمجرد النظر، يقول لك النظر القويم يعني ما دامت قويم يعني نظر صحيح، ولا يكون صحيحا الا اذا وصل للمطلوب. اما اذا كان مجرد نظر ممكن يكون نظر فاسد او فيه مقدمات غير مرتبه، يبقى هذا ما وصلناش لشيء. يبقى فين المن علينا فيه؟ لا اهلكنا ضيعنا. يبقى اذن المراد بالنظر القويم يعني الصحيح. وقوله بالنظر القويم اي الصحيح الموصل لوجود الصانع، وهو النظر فيها من جهه الحدوث او الامكان. يعني عاوز يشرح لنا كلمة النظر الصحيح، فقال وهو النظر فيها من جهة الحدوث، يعني كيف يوصلك النظر في المصنوعات إلى وجود الصانع. يبدأ من جهة حدوثها، وبيسموها ده إيه؟ بيسموها جهة الدلالة. يعني مثلا العالم دليل على وجود الله، هل العالم في ذاته دليل؟ لا، انه قد يكون وجود العالم ده قد يكون قديم فلا يكون دليلا على وجود الله، انما دليل على ايه؟ على العلة والمعلول. خلاص كده. انما النظر في العالم من جهة انه حادث هو اللي يوصلك الى ايه؟ الى وجود المحدث، لان كل حادث لا بد له من محدث. انما النظر في العالم لذاته كده ليس من جهة الحدوث لا يوصلك، او من جهة امكانه، لان الممكن فيه ايه؟ طرفان يستوي وجوده مع ايه؟ مع عدم، وليس احدهما باولى من الاخر، لانه لا ترجيح من غير ايه؟ من غير مرجح. فإذا نظرت في العالم من جهة الحدوث أو من جهة الإمكان يوصلك إلى إثبات الصانع، هذه بيسموها جهة الدلالة. نعم. قوله فأشرفوا ماشي، ما هو جهة الدلالة قالوا عليها أربعة: الحدوث أو الإمكان أو هما معا، او الحدوث او الامكان بشرط الايه؟ الحدوث. خلاص كده. يعني في اربع او خمسه جهات من جهه واحده. طيب الحدوث مع الامكان او الامكان مع الحدوث.
يعني من الجهتين، ينظر فيهما معنى الحدوث والإمكان، حدوثه وإمكانه، أو ينظر في حدوث في إمكان العالم بشرط الحدوث، يعني في الإمكان وحده أو في الحدوث وحده أو فيهما معا أو في الإمكان بشرط الايه الحدوث. ما هي جاءت قبل كده ومرت، بس للأسف في بعض الناس بتقطع الحضور ما بيش بيتسلسل فيغيب عنه. هيجي هنا تاني طول بقى. المفروض انت في الكتاب ده بالذات عاوز تحضر من الاول، مش عاوز تيجي من الاول، وبعد كده في اشياء مش صعبة. مفيش حاجة اسمه طارق في العلم، كلام فاضي. قوله فأشرفوا، ما انت في الحالة دي بتؤثر الدنيا على الآخرة، فأما من طغى وآثر ليه فإن الجحيم هي. اسكت بقى، قوله فأشرفوا أي فتسبب عن ذلك أنهم أشرفوا أي اطلعوا. أشرف يعني اطلع. أشرفوا على ما لا يحاط به ولا يكيف من عظيم جلاله وكبريائه. قوله يعني كلمة أشرف يعني اطلع زي ايه، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا. قوله على ما لا يحاط به ولا يكيف من عظيم جلاله وكبريائه. أشرفوا أي اطلعوا، اطلعوا على ايه؟ على ما لا يحاط به ولا يكيف. على ما لا يحاط به ولا يكيف من عظيم جلالي. ده أصدقى اللي بيتكلم على مين؟ مش علي أنا ولا أنت، بيتكلم على الراسخين في العلم اللي هم وصلوا، اللي هم في مرتبة الرسوخ، لما أشرفوا على ما لا يحاط به. مين وصل لكده؟ ولا الراسخين في العلم مش العلماء. ولا يكيف من عظيم جلاله وكبريائه فتاه في ذلك الجمال والجلال حتى أذهلهم، يعني أفقدهم العقل والوعي، وصلوا إلى الذهول. يلا. قوله فأشرفوا أي فتسبب عن ذلك أنهم أشرفوا أي اطلعوا، وقوله على ما لا يحاط ولا يكيف أي على شيء لا يمكن العلم به على وجه الإحاطة لكثرته. يعني ربنا أطلعهم على أشياء كثيرة جدا، هناك تعجز العقول عن حصرها. ليه؟ عن الإحاطة بها لكثرتها. قوله ولا يكيف أي لا يمكن وصفه لعظم كيفيته. يعني لأنه شيء عظيم أذهل العقول فلا يمكن وصفه. معنى لا يكيف يعني لا يوصف. يعني أنت شفت جمال يعني كده أذهلك، سلبك الوعي، فأقول لك أوصف، تقول لي أوصفيه أنا مجنون، أي اللي أوصف؟ هذا شيء لا يوصف لا يكيف، كما قال تعالى فلما رأينه أكبرنه. بالله عليك، إذا وصل الأمر إلى تقطيع الأيدي وقطعنا أيدي وقلنا حاجة، هل هذا يكيف؟ هل جماله يكيف؟ إذا كان يقول وقلنا حاشا لله، أعوذ بالله، لا يمكن ده يكون بشر، ده ملك. هو أصلا ما شافوش الملائكة، بس طبعا عندهم رتبة الملائكة يعني أعلى، يبدو النسوة دول كانوا معتزلة، أنهم فضلوا الملك على البشر، قال إن هذا إلا ملك كريم. قوله من عظيم جلاله بيان لما، فأشرفوا على ما، على ما لا يحاط، على ما لا يحاط. فلما قال هنا ايه من عظيم جلاله بيان لما، وهو من إضافة الصفة للموصوف اللي هو عظيم جلاله، يعني عظيم من جلاله العظيم، من إضافة الصفة للموصوف. فين الموصوف؟ اللي هو الجلال والصفة العظمة، والصفة اللي هي العظمة. نعم. واعلم أن لله صفات جمال كالبصر، يعني الله تعالى موصوف بصفات الجمال والكمال والجلال. نعم. في صفات ايه؟ جمال زي البسط، الباسط، الرحيم، الرحمن. وفي صفات جلال زي ايه؟ القهار، القهر.
الكبرياء عبارة عن الصفات الايه لا لا نقرأها كده، واعلم ان لله صفات جمال مش كده كالبسط والرحمة، خلاص فصل، وصفات جلال كالقهر بس كده. والكبرياء عبارة عن الصفات الجامعة لصفات الجلال والجمال، فهمت كده؟ بس يعني إذا في صفات جمال وفي صفات جلال وفي صفات جامعة لإيه؟ للجمال والجلال، وتسمى ده صفات الكمال اللي هي الجامعة. والكبرياء عبارة عن الصفات الجامعة لصفات الجلال والجمال، والمراد بها هنا ما قابل الجلال الذي هو صفات الجمال. يعني لما يقول صفات جلال يبقى معناها ما صفات جمال، يعني ما قابل الجلال. قوله فتاه أي غابوا، فتاه يعني غابوا، مش بيقول كده فتاه في ذلك الجمال والجلال حتى ايه حتى اذهلهم بعد عن عجائب حتى اذهلهم بعد، يعني حتى اذهلهم، يعني لما اطلعوا ولما اشرفوا وفتح لهم من المعارف والعلوم اللي هي ايه تاهوا فيها، وصلوا الى مقام لا يوصف ولا يكيف حتى ايه اذهلهم. هذا المقام بيسميه الصوفية مقام ايه مقام الفناء ومقام الغيبة عن الاكوان بشهود مكونها سبحانه وتعالى. يعني المقام ده اللي وصلوا ليه اسمه مقام ايه مقام الفناء والغيبة. هو تقول الغيبة، الغيبة ده خلق الزمين، مقام الايه الفناء والايه والغيبة. قال سيد ابن عطاء الله تعالى في الحكم: الكون كله ظلمة، وإنما أناره وجود الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بحجب الآثار. كلام مين ده؟ سيد ابن عطاء الله في اللي شرح ايه الحكم العطائية. سيدنا مين؟ لا ابن عباد. ابن عباد شرح الحكم فقال ايه لما شرح هذه الحكمة: الكون كله ايه الكون كله ظلمة. فبيقول ايه ايه المراد بكلمة الكون كله ظلمة وانما اناره وجود الحق فيه؟ قال: المراد بالظلمة يعني العدم، والمراد بالنور يعني الوجود. فالكون بحسب ذاته مظلم يعني عدم، وباعتبار تجلي نور الحق عليه وجود مستنير. يبقى الكون في ذاته ايه عدم ظلمة، انما ايه اللي خلاه ظاهر وموجود تجلي الحق سبحانه وتعالى عليه، يعني تجلى الله عليه بنعمة الوجود والظهور. وإنما أناره وجود الحق فيه، يبقى إذن تجلي نور الحق على هذا الكون وجود مستنير. ثم اختلفت أحوال الناس، شوف بيقول الكون كله ايه ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه، اختلفت أحوال الناس، فمنهم من لم يشاهد إلا الأكوان، يعني نظر إلى الحجب والآثار فلم يشهد مين المكون، فهذا تائه في الظلمات محجوب بآثار الكائنات.
ومنهم من لم يحجب بالأكوان عن المكون، ثم هم في مشاهدتهم فريقان اللي هم ايه؟ من لم يحجب. منهم من شاهد المكون قبل الأكوان، ومنهم من شاهد المكون بعد الايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال فمنهم من شاهد المكون قبل الأكوان، وهؤلاء يستدلون بالمؤثر على الأثر، إنما الذين شاهدوا المكون بعد الأكوان فيستدلون بالأثر على المؤثر. وقال استدلال الصوفية من أي نوع؟ من الأول، يستدلون بالله على وجود العالم ولا يستدلون بالعالم على وجود الله، وشتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه. شوف كلام سيد ابن عطاء الله، كلام عالي. وابن عباس شرح قال فمنهم من شاهد المكون قبل الأكوان، وهؤلاء يستدلون بالمؤثر على الأثر، ومنهم من شاهد المكون بعد الأكوان فهؤلاء يستدلون بالأثر على الإيه. وقال في لطائف المنن، مين سيد ابن عطاء الله في لطائف المنن بيقول إيه في ذكر الولاية؟ اعلم أنها ولايتان، يعني الولاية على إيه؟ على نوعين. ولي يفنى عن كل شيء فلا يشهد إلا الله، ما يبصش للمكونات ولا للآثار ولا للحجب، ولا يشهد معه شيء. وفي ولي آخر يبقى في كل شيء فيشهد الله في كل شيء. قال وهذا اللي هو الثاني أكمل ولا الأول؟ الأول لم يشهد إلا الله ولم يشهد معه شيء، والثاني يشهد الله تعالى في كل شيء. مين الأكمل، الأول ولا الثاني؟ ها؟ لا الثاني. الأولاني لا، لأن ده مجذوب زيك ده. سيدنا هارون وقع القصة معاه، مع مين؟ ابن عربي تقريبا ذكرها في الفتوحات، بيقول التقت روحي بروح السيد هارون. هارون ده نبي ورسول، فبيقول له يا هارون كيف تقول ولا تشمت بي الأعداء؟ ده الولي فينا الصغير فينا لسه بيلعب، لا يشهد إلا الله، كيف أنت تشهد وجود الأعداء؟ يعني معناه عاوز يقول احنا مقامنا أرفع، يعني احنا لا نشهد مع الله شيء، كيف شهدتم الأغيار؟ فقال الأغيار اللي العالم، هل أنتم لما غبتم عن الأغيار هل اختفت الأغيار ولا هي موجودة؟ قال موجود. قال فقد نقص علمكم بالله، أما نحن أكمل شهودا فشهدنا إيه؟ الله تعالى في الأكوان، ولم تغيبنا شهادة الحق عن رؤية الأكوان. يبقى هنا هذا هو المقام الأكمل، هو المقام الثاني لأنه مقام الأنبياء، أما المقام الأولان ده مقام المجازي في التائهين. واقرأ كلام ابن عربي فيهم في الفتوحات. يبقى إذن المقام الثاني أتم، لأن الله تعالى ليه أتم؟ أن الله تعالى لم يظهر المملكة إلا حتى يشهد فيها، فمن غاب عن الكون فمن غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه، يعني حتى لو فني في ولم يرى إلا الله وغاب عن الكون يبقى غاب عنه عن شهود الحق فيه، فما أي الحق سبحانه وتعالى، فما نصب لك الكائنات اللي الجبال والسماوات والأرض وهذه الأكوان، ما نصب لك الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاها، يعني لم ينصبها لك. ما اللي ربنا أفلا ينظرون إلى الإبل؟ عشان ايه؟ عشان يعني تتمتع بجمال الإبل.
تنظر للسماء ليه؟ عشان ليه؟ ها؟ تنظر الحق سبحانه وتعالى اللي هو خالق السماوات الأرض، الله نوره ايه؟ فما نصب لك الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاها. فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها. يعني ايه تراها بعين من لا يراها؟ يعني تراها من حيث ظهوره فيها ولا تراها من حيث كونيتها. يبقى تراها من حيث ايه؟ من حيث لا تراها، يعني انت تراها من حيث ظهور الحق فيها ولا تراها من حيث انها ايه؟ اكوان او نصب او اثار الى غير ذلك. ولذلك قال بعضهم ايه؟ ما ابينت لك المعالم إلا لتراها بعين من لا يراها، فارق عنها رقي من ليس يرضى حالة دون أن يرى مولاها. يلا أشكرنا. قال الشارح رحمه الله: فسبحان من ظهوره لأوليائه عين قفائه. فسبحان من ظهوره لأوليائه عين خفاء وقربه عين بعده. وقربه هذا العبارات الصوفية العالية جدا، نقول لك الظهور هو عين الخفاء والقرب هو عين البعد. هذه الأشياء اللي تخلي الجماعة يكفروننا وهم مساكين قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. والعجز عن إدراكه لسعة جلاله نزهة لا تكيف، وغاية كمال لأصفيائه. يلا. قال المحشي رحمه الله: قوله فسبحانه، لا فسبحانه، فسبحانه أفاد به أنه لا يمكن إدراك حقيقته سبحانه. يعني بعد ما جاب لك المثال اللي قال عليه ده، قال لك اوعى تفتكر انه ده يعني شافوا شيء ثم اذهلهم. لا، سبحانه يعني لا يمكن ادراك حقيقته. غاية ما ندركه هو صفات الجلال، وانما الحقيقة لا، دفعا لما يتوهم من قوله وظهر لهم من إدراك حقيقته. يعني حتفهم كده أو حتتوهم عندما قال وظهر لهم أنك أدركت الحقيقة. هيهات هيهات. قوله عين خفاء أراد به لازمه وهو عدم إدراك حقيقته. فسبحان من إيه؟ ظهوره لأوليائه عين خفاء، يعني الله تعالى ظهر لهم ومع ذلك وهو في غاية الظهور كان في غاية الخفاء. يعني احتجب سبحانه وتعالى بشدة الظهور وخفي عن الأبصار لعظيم النور. ولذلك بيقولوا إن النور لا يرى من شدة ظهوره، زي نور الشمس قوي جدا وهو اللي بيظهر كل شيء ومع ذلك لا تستطيع أن تراه. ليه؟ هل لأنه مستتر؟ لا، ده للحجاب. طب كيف يكون الحجاب في عين الظهور؟ قال لك هنا الظهور ذاتي فلا يحجبه شيء. وما الحجاب جاء من ضعف أبصارنا، فالحجاب من الخارج مش منه، لأن الله تعالى لا يحتجب، أنت المحجوب. قوله عين خفائه أراد به لازمه وهو عدم إدراك حقيقته. يبقى ظهوره سبحانه وتعالى لأوليائه هو إيه؟ عين خفائه. خلاص الأذان؟ طيب حنقف عند هذا الشيء، عاوز يتوضا عاوز كذا، ونرجع مره اخرى بعد الصلاه ان شاء الله. يلا والله.
عين خفاء سبحانه ومحمود الأولياء عين خفاء سبحان من ظهوره لأوليائه عين خفائه وقربه عين بعده والعجز عن إدراكه كمال. طب الباقي ده ايه؟ يعني ايه تعليل لسعة جلاله نزهة والعجز عن إدراكه نزهة لا تكيف وغاية كمال لأصفيائه. قلنا إنه سبحانه وتعالى احتجب بشدة الظهور وخفي عن الأبصار لعظيم نوره سبحانه وتعالى. ضربوا لذلك مثلا يعني لاحتجابه سبحانه وتعالى بشدة ظهوره ضربوا لذلك مثلا بالشمس نورها أقوى من سائر المحسوسات وقوة نورها هي التي حجبت الأبصار الضعيفة فقد صار ظهورها الذي أوجبه نورها حجابا لها. ثاني كده ضربوا لذلك مثلا بالشمس نورها أقوى من سائر المحسوسات وقوة نور الشمس هي التي حجبت الأبصار الضعيفة فقد صار ظهورها اللي هو القوي الشديد الذي أوجبه نورها حجابا لها وليس الحجاب على الحقيقة منها فإن الظاهر لا يحجب لذاته وإنما الحجاب من غيرها وهو هنا ضعف البصر. يعني مثلا أبصارنا ضعيفة أجسامنا ضعيفة عقولنا محدودة أجسامنا فانية فكيف نرى اللامحدود كيف نرى الباقي سبحانه وتعالى. إذن فقد احتجب سبحانه وتعالى بشدة له الظهور فكان شدة الظهور كانت هي عين الايه عين الخفاء مش كده. اقرا العباره كده الحاشيه لسه ما مشى. فسبحان من ظهوره لاوليائه عين خفائه يعني قوه ظهور الشمس هي سبب ايه عدم رؤيتها وخفائها ولكن الحجاب ليس من ذاتها. ليه؟ لأن الظاهر لا يحجب لذاته وإنما الحجاب من غيرها وهو هنا إيه؟ ضعف الإيه؟ البصر. وقد وجد وشرحنا هذه الأبيات فيما سبق بخط سيدي أبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه أعندك من ليلى حديث محرر فإراده يحيي الرميم وينشر فعهدي بها العهد القديم وإنني على كل حال في هواها مقصر وقد كان عنها الطيف قديما يزورني أو قد كان الطيف قدما بالقراءة يعني مضبوطة كده وكده ولما يزر ما باله يتعذر يعني لا يتعذر زي قالوا ايه تالله تفتأ يعني لا تفتأ خلاص. فهل بخلت حتى بطيف خيالها او اعتل حتى لا يصح التصور ومن وجه ليلى ومن وجه ليلى طلعة الشمس تصطدي. شوف الضوء اللي بتاع طلعة الشمس ده مأخوذ من ايه وهو يكني بليلى عن الايه عن الذات الالهيه ومن وجه ليلى طلعه الشمس تصطدي وفي الشمس ابصار الورى تتحير وما احتجبت الا برفع حجابها ومن عجب ان الظهور تستر. ده الموجود الابيات دي في حاشيه الايه الامير وما احتجبت إلا برفع حجابها
يعني رفع الحجاب وشدة الظهور كانت هي الحجاب، نظرا لأن أبصار الورى ضعيفة. ومن عجب أن الظهور إيه؟ يعني عاوز واحد يخليك ما تشوفوش يعمليها، يظهر لك ظهورا شديدا فلا تراه. يعني لو جابوا مثلا، عارف الإضاءة دي كم فولت أو قوتها كم؟ قل لي كم دي، أو اللي في خليك في اللي هناك اللي أقوى، كم فولت دي اللي هناك؟ قول 1000، ما أنتوا عارفين، ما أنتوا عايشين عليه. يعني مثلا اللي هناك دي مثلا 100، واللي هناك قول مثلا 500 أو 600. لو جابوا لك مصباح مثلا قوته 100,000، هتعمى على طول، مش هتشوف، مش هتستطيع ترفع بصر، هتغمض بسرعة أو يخطف منك البصر. يكاد سنا برقه، البرق الشديد يضيع ليه؟ زي ما الصوت القوي يجيب لك الصمم. لو واحد جاب ودنك راح صرخ صرخة قوية فيها هتصم، تصاب بإيه؟ بالصمم. يبقى فهمت كده القصة جاي منين؟ يلا يا مولانا. سبحان من ظهوره لأوليائه عين خفائه، وقربه عين بعده، والعجز عن إدراكه. يعني شوف قربه ها في أقرب من إيه؟ من قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ومع ذلك فينه؟ كيف تناله؟ كيف تصل إليه؟ مع أنه إيه؟ شديد القرب منك، بل هو أقرب إليك من نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في قرب أشد من كده؟ والعجز عن إدراكه لسعة جلاله نزهة لا تكيف. خد بالك هنا، نزهة وغاية اثنين مع بعض، نزهة وغاية، يعني دي معروفة عندك. نعم. منصوبتان. يبقى ايه؟ والعجز عن إدراكه لسعة جلاله نزهة لا تكيف. ده وجه، في وجه تاني حيأتي بالرفع. نعم. نزهة لا تكيف وغاية كمال. منصوبتان مفعول مطلق على التضمين، والعامل اللي هو كلمة لي لسعة، أو منصوبتان على الحال من سعة أو من جلاله. طب وإذا أعربت لينزهة وغاية بالرفع تبقى إيه؟ خبر، والعجز مبتدأ. يعني والعجز نزهة وغاية كمال، يبقى يصح وجهان، النصب على إيه؟ على أنها مفعول مطلق أو على أنها حال، والرفع على أنهما إيه؟ يلا. قال المحشي رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، قوله عين خفائه أراد به لازمه وهو عدم إدراك حقيقته. يعني أراد به لازمه، يعني أراد بالخفاء اللازم اللي هو عدم الإدراك. يعني مثلا أقول لك هل وجدت هذا الشيء؟ فتقول لم أجده. ليه؟ لأنه خافني. يبقى يلزم من الخفاء عدم الإدراك. قوله وقربه أي المعنوي. وقربه ليس المراد القرب الحسي، لأن هذا من خصائص الأجسام، إنما القرب المعنوي. والقرب معنوي، والعلو أيضا علو معنوي وليس علو حسي. يعني اقرأ كده مثلا في آية الكرسي آخر حاجة، وهو العلي العظيم. فمن أراد أن يعلم أن هذا العلو علو معنوي وليس علو حسي، ليه؟ لأنه كان تعالى ولم يكن شيء غيره. فلو كان علو حسي يبقى معناه حيتصور وجود شيء معه فيكون أعلى منه حسا، إنما هنا لا موجود معه، لا موجود سواه، فكيف يكون علوا حسيا؟ فإنما هو علو علو مطلق، علو تنزيه، وليس علو مكان.
قوله وقربه أي المعنوي، لأن قربه منا من حيث علمه بنا. يعني القرب من حيث العلم أو من حيث الانكشاف بالبصر، لأن الله تعالى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلو كان قربه قرب علم فقط لقال ولكن لا تعلمون، إنما قال ولكن إيه، فدل على أن القرب حقيقي لكن ليس حقيقة حسية وليس حقيقة إيه مادية، حقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى. أو نؤول المراد بقربه يعني رضاه. قوله عين بعده أراد بالبعد لازمه يعني وهو عدم الإدراك، كما أراد بالقرب لازمه اللي هو الخفاء، أراد بالبعد أراد بالخفاء لازمه وهو عدم الإدراك، أراد أيضا نفس اللازم، لأن الشيء إذا كان قريبا جدا إذا كان خفيا جدا لا يدرك، وإذا كان بعيدا جدا لا يدرك. هذا لازم وهذا إيه وهذا لازم. قوله والعجز عن إدراكه لسعة جلاله أي عجز الخلائق كلهم أو الأكابر والأصفياء عن إدراك حقيقته. يعني هنا بيقول والعجز، المراد بالعجز عجز مين؟ عجز الخلائق، الخلائق كلهم، أو أن المراد عجز الأكابر فيكون غيرهم من باب أولى. يعني إذا كان الأكابر أهل الرسوخ في العلم عاجزون عن إدراكه فكيف بغيرهم؟ يبقى إذن الأولى أن نقول المراد بالعجز عجز الخلائق كلهم، لأنه لو قلنا عجز الأكابر حيدخل فيه إيه من عداهم. قوله نزهة اسم مصدر بمعنى المصدر، هو يعني التنزيل، هو اسم مصدر مش مصدر. نعم. إيه الفرق الشيخ ناجي يقول لكم بين اسم المصدر وبين المصدر؟ اسم المصدر هو ما قلت حروفه عن حروف الفعل. يعني لأنه المصدر نزه ينزه تنزيها. فالمصدر تنزيه، فذا أقل حروفه أقل نزه وتنزيه، إيه الأكثر؟ تنزيه. يبقى ده مش مصدر، يبقى ده اسم مصدر، لأنه الحروف بتاعته أقل من الإيه؟ من الحروف الأصلية. المصدر ما ساوت حروفه أو حذف وعوض عنها بتاعه. ما مثلا يبقى إذا كانت الحروف زي ما هي ما فيش نقص يبقى ده مصدر، إنما إذا الحروف قليلة يبقى اسم مصدر. اسم مصدر وساعات يعوض بإيه؟ بالتاء. إذا عوض يبقى ده مصدر، إذا عوض يبقى مصدر. يبقى هنا نزهة ليست مصدر إنما هو إيه؟ اسم مصدر. لكن في حاجة أنا كنت عايز أسأل عليها، كان في بعض المشايخ يقولوها عندك مثلا إيه مثلا فلان ارتكب ذنبا، فالبعض يقول إيه إنه ذنب ده اسم ذنب ده مصدر، ذنب إيه مصدر، مع إنه الحروف اللي في الفعل أذنب مش ذنب، أذنب هيبقى هنا الحروف أقل، أقل من حروف الفعل. ذنب ثلاثة، طب والفعل نقول أذنب ولا ذنب؟ ذنب هيبقى ده معنى ثاني زي ده. نعم. يبقى هنا الذنب ما تبقاش مصدر على القاعدة، تبقى اسم مصدر، بس ما فيش هنا مصدر أذنب يذنب إذنابا، فيش من لم يسمع هذا. وذلك حتى في التجويد واحنا بنقرأ يقول لك ايه ادغم ادغاما، مش كده؟ اخفى اخفاء، نقول لك الاخفاء والادغام وايه ثاني كم هم احكام الاظهار، ماشي اظهر اظهارا صح كده مصدر مش كده؟ طب وادغم ادغاما واخفى اخفاء، انما ما فيش حاجة في اللغة اسمها ايه اقلب،
هي وذلك الاسم الصحيح مش الإقلاب القلب وذلك الشاطبي قال وقلبهما ميما ولم يقل وإقلابهما فالكلمة دي إقلاب دي بس هم نقولها إظهار إدغام إغلاب إنما هي في اللغة ما فيش حاجة اسمها إقلاب إقلابه قلبه يقلب قلبا فهو القلب ولكن ده يعتبر مما يعني في تساهل فيه يبقى إذن كلمة الذنب ده إيه ده بتكون زيادتنا ذنب ذنب مصدر ليه لأنه لم يسمع له مصدر يبقى مش قياسي إنما هو القياس إحنا قلنا إحنا نفس القاعدة معانا إنه الحروف لازم تكون إيه مساوي أو يعوض عنها إنما هنا لا في تعويض والحروف أقل من حروف الفعل ده السماع ده المصدر السماع إنما إحنا ساوى أو حذف منها أحد الحروف عوض عنه التاء ده القياس كده ده يعني ممكن نقول على ذنب مصدر بس إيه سماع لما الأحسن نقول زي ما ماشيين على القاعدة ده اسم مصدر وكده مش ما فيش مصدر دي مشكلة ما هي دي المشكلة أصل اسم مصدر لازم كله مصدر وهو نقص عنه يعني هنا يبقى هنا سماعي ده سماعي ده المصدر طيب لما هو سماعي وده المصدر طب فين اسم المصدر ما انا حاولت اعرف ليش ما ينزلش مولانا ان المصدر كله اسم مصدر ماشي يلا ماشي ماشي يلا اي حاجة كده تشغل دماغك يعني بقوله واذا لقينا المصدر مش هنلقى الاسم واذا لقينا الاسم مش هنلقى المصدر يبقى خلاص مشيها كده خلاص او ممكن نقول حاجة تانية نقوله مصدر واسم مصدر لحد ما يظهر واحد الغايب فيه لحد ما يظهر المختفي المشكلة عندنا مشكلة السماع في اللغة دي عملنا لخبطت في اي قاعدة بس هو كده متأكد انه هو سماعي ده من المصادر لانه هو اسم المصدر ده من المصادر السمعية ما هي معدودة بس هل ده معدود فيها معدودة المسموعة لا المصادر مش محصورة القياس هو المحصور لا القياس ما هو بتجيب عليه كتير قوي لا مش المقصود السماع ده المعدود محصور قاعدة يا مولانا محصور قاعدة ماشي انما السماع ده لا اي حاجة طب خلينا هنا في ادينا عجزنا عن معرفة مصدر ولا اسم حاجة في اللغة ما عاوز انت تعرف قوله نزهة اسم مصدر بمعنى المصدر وهو التنزيه يعني المصدر هو التنزيه نعم خبر عن العجز يبقى كده ايه نزهة وايه وغاية صح كده نعم اي والعجز عن ادراك حقيقة تنزيه له تعالى لا والعجز عن ادراك حقيقته تنزيه له تعالى وتبعيد له عما لا يليق به من صفات الحوادث يبقى اذا ما معنى التنزيه التنزيه في اللغة اسمه ايه التبعيد او الابعاد انت بتنزه شيء يعني تبعده عن ايه عما لا يليق ده التنزيه المعنوي والتنزيه الحسي موجود في الحديث اللي هو ايه مر على قبر او على قبرين فقال انهما لا يعذبان وقال إيه ان احدهما كان لا يستنزه ايه هنا التنزه يعني يبعد ايه الرشاش او البول عن ايه عن ثيابه او جداء ابعاد يبقى معنى كده كل تنزيه ابعاد وليس العكس يعني معناها التنزيه لا يكون ابعادا الا اذا كان مع التعظيم يعني بنعظم كده نقدسه وذلك معنى التقديس في اللغة يعني التنزيه ولكنه تنزيه مع إيه؟ مع تعظيم يعني المكان عالية ومقدسة وسامية قوله لسعة جلاله أي وجماله يبقى لسعة جلاله أي وجماله يعني اسمه ده إيه في اللغة ده اسمه ده الاكتفاء يعني لسعة جلاله وسعة جماله والمراد إيه
والمراد بالسعة العظم، العظم مش السعة اللي ايه المعنى الحسي يعني الواسع، لا، وانما السعة يعني العظمة دي ايه لا تنال ولا تكيف. قوله لا تكيف صفة للنزهة، اي تنبيه لا يمكن ادراك كيفيته. إن لا تكيف اسم صفة، قوله لا تكيف صفة للنزهة، وقلنا النزهة دي اسم من التنزه يعني التباعد. قوله لا تكيف صفة للنزهة أي تنزيه لا يمكن إدراك كيفيته. قوله وغاية كمال لأصفيائه، لأن من عجز عن إدراك حقيقته فقد أدرك اتصافه تعالى بصفات التقديس والتنزيه عن الحوادث، وإدراك ذلك كمال. رضي الله تعالى عن سيدنا أبو بكر الصديق عندما قال إيه العجز عن الإدراك إدراك، يعني ده الكمال كده، أن تصل إلى أنك عاجز، أهدي غاية كمال، لأن من عجز عن إدراك حقيقته فقد وصل إلى الكمال، الكمال هو المطلوب منه، فقد أدرك اتصافه تعالى، يعني كيف يكون العجز كمال؟ ده سؤال حاجة تحير، ده عجز يعني نقص مش كده، فكيف يكون كمالا؟ فهو قال لك أصل العجز ده هو اللي وصلك للاعتقاد الكامل أو للتنزيه الكامل، لأن من عجز عن إدراك حقيقته فقد أدرك اتصافه تعالى بصفات التقديس والتنزيه عن الحوادث، وإدراك ذلك كمال، يعني الكمال مش هو نفس العجز، الكمال اللي هو إيه إدراك ذلك بسبب العجز. فهمت؟ والأصفياء وغاية كمال لأصفيائه، من هم أصفياؤه؟ الأصفياء جمع إيه؟ جمع صفي، جمع إيه؟ صفي بمعنى فاعل، يعني صفي ده بمعنى فاعل، زي إيه زي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، يعني فعيل يجي بكم معنى؟ بثلاثة، فعيل بمعنى فاعل زي ايه؟ زي عليم عالم، طب ومعنى مفعول قتيل مقتول، طب وبمعنى ثالث فعيل بمعنى مفاعل زي جليس بمعنى مجالس، وأنيس بمعنى مؤانس، ده معنى ثالث. والأصفياء جمع صفي بمعنى فاعل، أي من أحب الله وأخلص في محبته، أو مفعول أي المصفى، يعني إذا كان بمعنى فاعل يبقى من إيه أحب الله، من أحب الله تعالى ذا الصفي، أو بمعنى مفعول أي المصفى والمختار من بين خلقه. وذلك لما يقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك، يبقى هنا بمعنى ايه؟ بمعنى المفعول يعني المصفى، وايضا يلاحظ فيها المعنى الاخر. قال الشارح رحمه الله والصلاة والسلام على من خص من رتب المعارف بأعلاها، ورقى في درج التخصيص والتقريب مراقي لا تبنى. لا مش درج، ورقى في ايه بضم إيه بضم ففتح، في درج، هو جاي تحت في الشرح هي في الحاشيه بضم ففتح، وبفتح الراء مخففه تبقى ايه، لا بيتكلم فتح الراء اللي هي الكلمه الثانيه لسه لما نوصلها، بس المهم يقول ايه درج. ورقى في درج التخصيص والتقريب مراقي لا تكنه، لا تكنه، بل وقفت العقول بمراحل دون ادنى لا أدنى. لا تكنه يعني لا نصل الى كنهها،
بل وقفت العقول، شوف كده بمراحل، شوف العقول مراحل مش وصلت الى الحد الادنى، بيقول ايه؟ وقفت العقول بمراحل دون ادنى ادناها، يعني كأنه جاب ادناها وجعل لادناها ادنى، فلم تصل الى ادنى الادنى. فهمت لسه؟ المهم تتذوقها حتى لو ما فهمتهاش، خذها كده بالذوق كده. رضي الله عن آله وصحبه الذين شرفوا غاية الشرف. شوف تقرأ هذه شرفوا أو شرفوا، شرفوا غاية الشرف بمشاهدة. شوف هنا تحت بيقول ايه؟ بفتح فضم، تلقى ايه؟ شرفوا أو ضم فكسر مع التشديد، تبقى شرفوا. صح كده ماشي كده ماشي. يبقى الذين ايه؟ شرفوا او الذين شرفوا غاية الشرف بمشاهدة طلعته العليا، طلعت مين؟ والاقتباس من عظيم انواره، يعني هم شاهدوا طلعته العليا والاقتباس، واقتبسوا من عظيم انواره، فكان لهم شمسا شمسا وهم أنجم يهتدى بهم في ذلك، يعني ظلم الجهل. لماذا عبر عن الصحابة بأنهم نجوم؟ ما إشارة للحديث أصحابي كالنجوم، بس ليه سماهم نجوم؟ لأنهم طلعوا بعد غيبة شمس النبوة، النجم بيطلع بعد إيه؟ بعد غياب الشمس، ولذلك قال إيه؟ فكان لهم شمسا، إن هو ظهر، إنما دول طلعوا في الليل، اللي يطلع في الليل هو إيه؟ النجم. شوف شوف الربط كده. فرضي الله عن آله وصحبه الذين شرفوا غاية الشرف بمشاهدة طلعته العليا والاقتباس من عظيم أنواره، فكان لهم شمسا وهم أنجم يهتدى بهم في دياجي ظلم الجهل، ونثبت القدم باكتفاء آثارهم على في مزالق أوعارهم. لا مش ونثبت، فكان لهم شمسا وهم أنجم يهتدى بهم في دياجي ظلم الجهل، وتثبت وتثبت القدم وتثبت القدم بك باقتفاء آثارهم في مزالق أوعاره. هنقف هنا بس بعد ما نخلص الحاشية، يعني هنقف عند كلمة وبعد. قال المحشي رحمه الله قوله من رتب المعارف. من رتب اللي هات ال يا مولانا، والصلاة والسلام على من خص من رتب المعارف بأعلاه، يعني والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خصه الله تعالى. قلنا المعارف دي فيها تفاوت، مش كده؟ يعني متفاوتة بين العلماء الراسخين وبين كبار الأولياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم خص من هذه الرتب بأعلاها، لذلك في الحديث بيقول إيه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، لو أخذ أعلى رتبة. فما ينفعش إيه؟ نعين في القوات مثلا اثنين برتبة مشير، ينفع؟ الرتبة العالية دي ما ياخدهاش غير إيه؟ واحد. خص من إيه؟ من رتب المعارف بأعلاها، ولذلك قال إيه؟ فإنها لا تنبغي، ما ينفعش كل اثنين، لعبد واحد مختار. أرجو شوف حتى في مقام يعني إجلال الألوهية، ما قالش ده أنا ده، وكان ممكن يقولها كده تحدثا بنعمة الله، لكن قال أرجو أن أكون أنا هو. يلا. قوله من رتب المعارف بيان للأعلى، وأن جنسية أو استغراقية. من رتب المعارف بيان للأعلى، خلاص اللي هو إيه؟ وخص من رتب المعارف بأعلاها.
قال بيان للأعلى وأل جنسية أو استغراقية. أل اللي فيها في المعارف جنسية أو استغراقية. إيه الفرق بين الجنسية وبين الاستغراقية؟ الاستغراقية دي علامتها إيه؟ أن يصلح مكانها كل، يعني كل المعارف، خلاص كده. ويجوز الاستثناء بعدها، يعني مثلا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان، هنا الألف واللام استغراقية لأنه يصلح مكانها إن كل إنسان، بدليل مجيء الاستثناء بعدها إلا. يبقى هنا إيه؟ كل إنسان إلا الذين آمنوا. فلو كان المراد به إنسان بعينه لا يصح الاستثناء، لأن الاستثناء تخصيص، واضح؟ يبقى هنا عرفنا قال ليه؟ ليه؟ أما الجنسية ينظر فيها إلى الجنس بقطع النظر عن الأفراد. لما أقول كده الرجل خير من المرأة، أو الذهب أفضل من الفضة، هنا هل أنظر إلى الأفراد ولا إلى الجنس؟ بدليل إيه لما أقول الرجل خير من المرأة؟ ده أنا أتكلم عن الجنس مش عن الأفراد. بدليل بيبقى في أفراد النساء أحسن من مليون رجل. فمش الحكاية ماشية مع التذكير وما ولا مع التأنيث. فلو كان إيه؟ ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. قوله من رتب المعارف بيان للأعلى والجنسية أو استغراقية. عرفت الفرق بين الجنسية والإيه؟ الاستغراقية الحكم فيها على الجنس بقطع النظر عن الأفراد، لأنه ممكن يكون في الأفراد، بخلاف الإيه؟ الاستغراقية يصلح أن يكون بدلا عنها كل. وفي حاجة تانية اللي هي حاجة ثالثة اللي هي العهدية، ده موضوع تاني عندي في عارفه. قال والإضافة على الأول من إضافة الجزئيات للكلي. لا، والإضافة على الأول إلا إضافة رتب، رتب إلى المعارف، إلى المعارف. نقولنا يا إما تكون جنسية يا إما تكون إيه؟ استغراقية. الإضافة على الأول اللي هو إيه؟ الجنسية. يبقى من إضافة الجزئيات للكلي، يعني من إضافة الجزء للكلي. وعلى الثاني اللي هي استغراقية يبقى معناها للبيان. فاكرين البيان يعني الرتب هي المعارف، ما هو البيان كده. أي بالأعلى من رتب المعارف أو لا رتب شجر أراك، دي اسمها الإضافة البيانية، شجر أراك، لأنه ليس كل شجر أراك، خلاص كده. نعم، أي بالأعلى ولا من رتب، ولكن كل أراك شجر، وحيكون الأراك بإيه؟ حديد. لا، قوله وعلى الثاني أي بالأعلى من رتب المعارف أو رتب هي المعارف. قوله ورقى أي صعد، رقى يعني صعد، ورقى من رتب المعارف، ورقى في درج بضم إيه؟ قوله في درج، في بمعنى من البيانية، مشوبة بتبعيض. في فين في؟ ورقى في درج، في درج، في بمعنى من اللي هي البيانية، مشوبة. شوف كلمة هي بيانية، يعني كلمة بيانية يعني هي الدرج، هي التخصيص، مش كده؟ تخصيص درجات، ولكنها مشوبة بتبعيض، مشوبة يعني فيها اختلاط، فيها رائحة التبعيض. يعني لما أقول مثلا خاتم من حديد، هذه إيه إضافة إيه هنا؟ من بيانية، يعني تبين أن نوع الخاتم حديد من، ولكن مشوبة بالتبعيض، لأن الخاتم ليس هو كل الحديد ولكنه بعض الحديد، يبقى فيها إيه؟ فيها نوع من ال. والدرج بضم ففتح، يبقى الدرج بضم ففتح،
جمع ايه؟ جمع درجة. جمع مش درجة، درجة بضم فسكون وبفتح الراء تبقى ايه؟ درجة. درجة مخففة ومشددة، يبقى قلنا هتبقى ايه؟ بالتخفيف ايه؟ درجة او درجة، يعني الراء فيها ايه؟ التخفيف والتشديد. وبفتحهما اللي هو ايه؟ درجة، اللي احنا شائع من معانده. يعني شوف كم وجه فيها. واحد اثنين ثلاثة. اول وجه درجة او درجة او درجة او اربعة ولا ثلاثة؟ الاربعة. يبقى درجة ودرجة ودرجة ويتان ودرجة ودرجة ودرجة، تمام. لا لكن في حاجة تانية مش ليست درج، وإنما هي اللي احنا بنقولوها عليها درج، عارف؟ بفتحتين يبقى معناها الطريق، وهو غير مناسب هنا. يعني مثلا هيجي كلمة دلوقتي مثلا يقول لك ايه؟ أسأله تعالى من ايه؟ من طوله وإحسانه. طول غير طول، يبقى الطول بفتح الطاء معناها الغنى او القدرة او الفضل، اما الطول ضد الايه؟ ضد القصر. وفي حاجة تاني بفتحهما طول. يلا قول كمان، قول يا عم. قال والدرج بفتح جمع درجة بضم فسكون وبفتح الراء مخففة ومشددة وبفتحهما، بس لم يقل بفتحهما مع التشديد، فيحمل على ايه؟ على التخفيف. هي المرقات التي يصعد عليها، يعني ده كل ده سواء درجة او درجة او درجة، يعني ايه؟ بلاش من الكلام اللي ايه معناه، يعني معناه المرقاه التي يصعد عليها، بس هنا ليست مرقاه حقيقية وإنما هي مستعارة للمرتبة، لأن درج السلم كل درجة أعلى من التي تليها، وكذلك في المراتب كل مرتبة أعلى من التي قبلها، فهي استعيرت من المعنى الحسي إلى الإيه؟ إلى المراتب. وقوله مراقي معمول مرقى. قوله والتقريب مراقي معمول يعني مفعول، يعني رقى مراقي. والتقريب أي إلى الله من عطف المتعلق بالفتح على المتعلق بالكسر. طيب فين المتعلق وفين المتعلق؟ من عطف، نحن عارفين عطف المتعلق على المتعلق، عاوزين المتعلق اللي هو بالفتح فينه؟ المتعلق بالفتح التقريب. التقريب. طه. والمتعلق هو بالكسر. مراقية لا تكنى، مش بيقول لك هنا عطف ايه عليه؟ عطف ايه عليه؟ هو التخصيص والتقريب. نعم. يبقى في واحد فيهم متعلق. واحد متعلق. اللي هو بالفتح اللي هو ايه؟ متعلق بالفتح اللي هو التقريب. التقريب. ده. والمتعلق بالكسر والتخصيص. هو التخصيص. يقول له يعني عطف المتعلق بالفتح على المتعلق بالكسر. لأن التخصيص متعلق بالتقريب والتقريب متعلق. أي إلى الله من عطف المتعلق بالفتح على المتعلق بالكسر، لأنك تقول خص فلان بالتقريب والتخصيص متعلق بالتقريب. خص فلان بالتقريب. وبعدين التخصيص ده سببه ايه؟ سببه التقريب. ده في متعلق وفي ايه؟ متعلق.
قوله لا تكنه أي المراق التي رقاها. لا تكنه بيقول لك إيه ورقى في إيه في درج التخصيص والتقريب مراقي لا تكنه. ما معنى الكن؟ الكنه جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه، ده الكن. واحدة من دول جوهر الشيء وغايته، يقولك أنا وصلت إلى كنه شيء يعني الغاية، أو إلى كنهه يعني إلى قدره، أو إلى كنهه يعني إلى وقته، أو إلى كنهه يعني إلى وجهه. ده كل معاني كلمة إيه؟ الكن. إيه المراد هنا؟ مراقي لا تكنه، يعني هنا المراد إيه؟ الغاية. الغاية. قوله لا تكنه أي المراقي التي رقاها، أي لا يمكن إدراك كنهها وحقيقتها. أو يبقى هنا المراد الجوهر والحقيقة. الكنه جوهر الشيء وحقيقته. قوله بل وقفت أي تباعدت، وقوله العقول أي عقول الخلق. وقفت بل، يقول لك المراق، المراق دي لا يوصل إلى كنهها، يعني لا نصل إلى حقيقتها، بل العقول وقفت بمراحل. ومعنى كلمة بمراحل هتخلي وقفت بمعنى إيه؟ بمعنى تباعدت، يعني لسه المسافة بعيدة جدا عشان تصل إلى الإيه؟ إلى الكنه. قوله العقول أي عقول الخلق، قوله مراحل أي مسافات، وقوله دون أدنى أدناها أي المراتب. فالعقول لا تقدر على إدراك أدنى الأدنى من تلك المراتب لوجود الفاصل من المسافات بينها وبين تلك المرتبة الأدنى. يعني بيقول لك يعني في مسافات بعيدة بين بين قدرات العقول والمرتبة اللي هي أدنى الأدنى. ليه؟ لوجود الفاصل من المسافات بينها وبين المرتبة الدنيا، وحينئذ فما بالك بالمرتبة العليا. إذا كان أنت مش هتستطيع تصل مهما فعلت إلى المرتبة اللي هي أدنى الأدنى، زي ما واحد مرة كنا في محاضرة قال أنتوا إيه عندكم شيء من الغلو، جماعة المحبين دول اللي بيمدح النبي وصلوا، يقول لك احنا قال ايه عندنا غلو. قلت طب ايه رايك عرف ايه معنى الغلو؟ ما عارفش كلمة بيسمعها خلاص. عارف الغلو هو ايه؟ مجاوزة الحد الاعلى. طب احنا ما وصلناش مع الحبيب الى المستوى الادنى اللي هو الواجب، اللي احنا لو نزلنا عنه نبقوا كده مش محترمين. لم نصل إليه، إلى الواجب اللي هو الدرجة الأدنى، فكيف تتهمنا؟ ده احنا مقصرين، احنا عندنا تقصير، احنا عندنا في إفراط في ايه؟ تفريط. عندنا ايه في الحالة دي؟ التقصير اللي هو ايه؟ تفريط. ده الغلو، ده إفراط، انما احنا عندنا تفريط، عندنا إهمال. عشان يعني شوية مدح كده خمس دقايق سميته غلو؟ أمال لو قاعدين ليل نهار تقول إيه؟ يعني إحنا لم نصل بالنسبة لتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته إلى الحد الأدنى، بل أدنى الأدنى، فكيف نسمى؟ وخد بالك الغلو ده مش في المدح والحب، الغلو في الاعتقاد. الغلو ليس في الحب، لأنه ده حبه صلى الله عليه وسلم هو عين محبة الله يعني، إنما الغلو ده في العقيدة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول، أو ده الغلو. إنما الثاني ده يعني هو أصلا لا فاهم غلو ولا فاهم. قوله ورضي أي أنعم أو أراد الإنعام. ورضي أي أنعم أو أراد الإنعام.
قوله شرف بفتح فضم او ضم فكسر مع شد اللي هي شرف يعني. قوله طلعته الطلعه الوجه والمراد الذات والعلاقه الجزئيه يعني طلعته يعني طلعه وجهه كده والمراد مش الوجه فقط الذات يعني كله صلى الله عليه وسلم والعلاقه الجزئيه لان الوجه جزء من الذات. قوله العليا اي المرتفعه. قوله والاقتباس اي الاخذ عطف على مشاهده. قوله من عظيم انواره من اضافه الصفه في يعني من اضافه الصفه للموصوف يعني من الانوار العظيمه والمراد بالانوار العلوم الشرعيه والمعارف الالهيه ففي الكلام استعاره مصرحه والجامع لازم يكون في جامع الاهتداء في كل يعني في ايه في من الانوار نهتدي بها والعلوم والمعارف نهتدي بها فالجامع هو ايه الاهتداء في كل. قوله فكان لهم شمسا اي كالشمس فزمانه صلى الله عليه وسلم كالنهار لكثرة النور وظهور الأحكام من جانبه وهو كالشمس يبدي لهم ما خفي عليهم. قوله أنجم قلنا إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أصحابه وإن كان في الحديث طبعا فيه مقال أو فيه كلام الله أعلم. وبعدين تمم التشبيه مع التناسب بجعله صلى الله عليه وسلم شمسا وأوضح ذلك الإمام السنوسي في شرح الصغرى عندما قال في وصف الصحابة الذين طلعوا بعد غيبة شمس النبوة أنجما يعني أنجم أي كالأنجم فزمانهم لغيبة النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعدم وجوده فيه بمنزلة الليل. ولذلك الكلمة اللي قيلت عن الإمام مالك أو عن الصحابة لما قال إيه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وأظلم فيها كل شيء خلاص كده. بعض الناس يقول لك إيه المغفلين ده شفت مرة قال ما فيش داعي نسميها المدينة المنورة ما خلاص أظلمت وأظلمت كل يعني نسميها إيه المدينة المظلمة إيه الجهل دي. قوله فكان لهم شمسا أي كالشمس فزمانه عليه الصلاة والسلام كالنهار لكثرة النور وظهور الأحكام من جانبه وهو كالشمس يبدي لهم ما خفي عليه. قوله أنجم أي كالأنجم فزمانهم لغيبة النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعدم وجوده فيه بمنزلة الليل. قوله ديان يعني الزمن بتاعه زي النهار وزمن الصحابة زي الليل شنو؟ قوله دياجي قيل جمع ديجوج والزمن بتاعنا احنا اللي هو الدياجي وفيه ان مقتضى وبعدين دياجي ايه جمع لا دياجي ظلم الجهل دياجي قيل جمع ديجوج ايه معنى ديجوج يعني مظلم فكثرة الدياجيج عندنا الظلمات وفيه ان مقتضى هذا ان الجمع ايه دياجيج فلعله جمع اللي هو الدياجي المفروض يقول ايه فيه دياجيج حسب الجمع فلعله جمع ديجود شذوذا او سماعا جمع شذوذا والدياجي كمل بس الحد جمع ايه الدياجي جمع ايه ديجوج هو الشيء الحسي المظلم يسمى ايه ديجوج مستعار الأزمنة المظلمة. وقوله ظلم الجهل من إضافة المشبه به للمشبه يعني شبه ايه بايه شبه الجهل بالظلم
والمعنى حينئذ يهتدى بهم في الأزمنة المظلمة هي أزمنة الجهل الشبيهة بإيه؟ مش بالظلم، بالظلم. والمراد بأزمنة الجهل الأزمنة الكائنة بعد موته صلى الله عليه وسلم وانقضاء الوحي، فصار الناس يرجعون للصحابة في النوازل وبهم يهتدون. أصحاب إيه؟ كالنجوم بأيهم اهتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قوله وتثبت القدم إلى آخره، استعار القدم للعقل، يعني وتثبت القدم يعني يثبت العقل. والباء في باقتفاء سببية، يعني بسبب اقتفاء آثارهم على الصحابة، مش كده يا شيخ راجل؟ والاقتفاء يعني معنى نقتفي، يعني نتبع. الاقتفاء يعني الاتباع، والآثار جمع أثر، أي أثر المشي، ده أصل كده. والمراد به هنا العلوم، لأنه أنت لما تمشي بيبقى إيه؟ أثر قدميك. ولما الواحد بيموت من الصحابة بيبقى علمه، فإحنا نقتفي أثرهم، يعني مش أثر أقدامهم، اللي هي علومهم، مش كده؟ يلا يا مولانا. المزالق جمع مزلق. المزالق جمع مزلق، أي مكان الزلق. أريد به هنا الخطأ، يعني المزالق للأخطاء يعني. وإضافته للأوعار التي هي الأمكنة الصعبة للبيان. والأوعار مستعار للمسائل الصعبة، والضمير في أوعاره للجهل، وإضافة الأوعار للجهل باعتبار أنه سبب في الزلق، وحينئذ المعنى ويثبت العقل بسبب ويثبت العقل بسبب اتباعه اتباع العلوم في المسائل الصعبة التي يحصل الخطأ فيها بسبب الجهل. يبقى المزالق جمع مزلق، أي مكان الزلق، أريد به هنا الخطأ وإضافته للأوعار التي هي الأمكنة الصعبة للبيان، واضح؟ والأوعار مستعار للمسائل الصعبة، لأن الوعر في اللغة إيه؟ المكان الصعب. والضمير في أوعاره للجهل، وإضافة الأوعار للجهل باعتبار أنه سبب في إيه؟ الزلق. وحينئذ فالمعنى ويثبت العقل بسبب اتباع علومهم في المسائل الصعبة التي يحصل الخطأ فيها بسبب الجهل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.